مساء الخير على حضراتكم، أهلا بيكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020. لو كملت نتيجة انتخابات أمريكا في الخطوات اللي هي ماشية فيها دلوقتي، والاحتفال اللي اتعمل لجو بايدن واللي ألقى فيه خطاب النصر زي ما بيسموه، اللي إن شاء الله يكون معانا تحليله خلال الفترة اللي جاية لأنه قال فيه كلام مهم قوي، لكن عايز أسألكم، يبقى ده معناه إيه؟ لأول مرة منذ سنة 92 رئيس أمريكي ما يكملش مدتين، رغم اصطلاح الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على إن كل رئيس بالتناوب مرة جمهوري ومرة ديمقراطي، ويبقى كل رئيس مدته 8 سنين يعني مدتين. لأول مرة الشعب الأمريكي من 150 سنة مثلا 45 رئيس يرفض شيء معين، الزهو، الإحساس بأن أنا قائد العالم، التصريحات غير الدبلوماسية، تفريق الشعب الأمريكي لفئات كتير منها مرفوض، الصحفيين، الفنانين، المهاجرين، الإعلاميين، السياسيين اللي مختلفين معايا، التعامل مع العالم كله على إنه أنا القبضاي اللي بلف أجيب فلوس وخلاص. معلش أنا عارف إنه في أمريكان ومصريين أمريكانز هيزعلوا مني، بس أرجوكم ما تزعلوش لأنه أنا بحاول أحلل من منطلق مصلحة بلدي والعالم. الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، الانسحاب من تمويل WHO منظمة الصحة العالمية، الانسحاب من تمويل الأمم المتحدة وإدانة تصرفاتها وإجماع قراراتها، خصوصا إذا كان عكس اللي أنا عايزه، لدرجة أنه صرح في مرة من المرات إحنا مش أمريكا لن تستمر في تمويل الأمم المتحدة لتقول ما لا نريده. عدم الدبلوماسية في القرارات والبيانات، عدم استخدام الأسلوب الرسمي اللي أمريكا حاولت ل 150-160 سنة تحافظ عليه، أنه إحنا دولة جديدة ملهاش جذور ملهاش حضارة، عايزين نعمل بقى زي الدول اللي عندها حضارة، عايزين نعمل زي مصر، عايزين نعمل زي فرنسا، عايزين نعمل زي أوروبا، عايزين يبقى كلامنا سياسي، عايزين يبقى كلامنا لبق. والكلمة دي جت بصدفة غريبة أو طبعا بقصد يبدو أنه هو صدفة لكنه كان قصد في كلمة جو بايدن في خطاب النصر. ستعود أمريكا إلى لباقتها، ستعود أمريكا لحضن العالم، سيعود الأمريكيون مش ولايات حمراء وولايات زرقاء ولكن ولايات متحدة، ستعمل أمريكا معا، لن يقصى أحد، لن يسمى الخصوم أعداء. حاجات كتير كانت موجودة في الأربع سنين اللي فاتت اللي خلت فان جون السياسي المحنك يبكي على CNN وهو بيقول إنه أخيرا كنا بنغطي جانب مظلم من أمريكا، وكان في رفض للسود، وكان في رفض للأقليات المهمشة، وده اللي أكدت عليه كمالا هاريس في كلمة مقتضبة قبل خطاب النصر اللي قاله جو بايدن، إن هي أول سيدة تصل لمنصب نائب الرئيس من السيدات السود من الأقليات الهندية، أمها هندية. الحقيقة إنه ربما يكون الأمريكيين حسوا إن هم عايزين يرجعوا تاني سادة العالم، وإن أمريكا تبقى دولة عظمى بجد، مش بالفلوس وبس، أيا كان في مقابل الفلوس بيحصل إيه وبنقول إيه وبنعادي مين جوه وبره أمريكا. ربما يكون ده الخطاب اللي حب الأمريكيين يوصلوه باختيارهم لجو بايدن. 74 مليون صوتوا لجو بايدن، 70 مليون صوتوا لترامب، ودي ديمقراطية عظيمة.
290 نقطة في المجمع الانتخابي يحتاج منها ل 270 فقط جو بايدن ليحكم الأمم الولايات الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل 213 نقطة في نفس المجمع، وده فارق كبير وشاسع، ودي أكبر مرة صوت فيها الأمريكيين بعدد تفوق على 160 مليون أمريكي، وأكبر مرة فاز فيها رئيس ديمقراطي أو رئيس عموما بنقاط مجمع انتخابي وصلت ل 290. ربما يكون دي رسالة أمريكا للعالم، وإن كل اللي تم إقصائهم من العلاقات الأمريكية الكذا أوروبية عربية دولة معينة لأي سبب هتعود هذه العلاقات لدفئها كما كانت. جو بايدن شخصية هادئة، محافظ تقليدي مسيحي، يستخدم آيات كثيرة من الكتاب المقدس للحديث عن أمريكا القادمة، بيتصور أنه هو لا يستطيع أن يقصي أحد وأن مش دي طريقته. حط على أولوية أولوياته جائحة كورونا، وهو طبعا زي ما حضراتكم عارفين عنده ابن فقد بسبب كورونا، مش عارفين القادم ايه، مش عارفين الاعتراضات القانونية هتوصلنا لإيه، لكن لو كملنا في نفس المسار اكيد نتوقع غد افضل للعالم، لأمريكا، لينا في المنطقة، وان شاء الله لينا في مصر، وده على رأس اولوياتنا. هنستعرض بعض الأخبار وبعدها نشوف التفاصيل. أول خبر عايز أستعرضه مع حضراتكم عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي التقى اليوم مدير المخابرات البريطانية في إطار تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وأكيد هناك حوار حول المواقف القادمة للتنسيق الدائم بين مصر وبريطانيا خصوصا بعد الانتخابات الأمريكية، وحيكون معنا تفاصيل هذا الخبر لأنه شديد الأهمية، وإيه اللي قاله الرئيس وإيه اللي قاله ريتشارد مور اللي هو رئيس المخابرات البريطانية. الخبر الثاني عايز استعرضه مع حضراتكم، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيقول مجتمع الأعمال المصري البريطاني حريص على بناء علاقات اقتصادية أقوى لصالح البلدين، وده طبعا خبر برضو شديد الأهمية لأنه بيهم الاقتصاد اللي بيوجه كل حاجة في الدنيا حتى السياسة دلوقتي. خبر اللي بعد كده، الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. إلى جانب الربط الكهربائي هناك ربط أيضا على مستوى السكك الحديدية، عندنا دلوقتي مشروع أعلن عنه الفريق كامل وزير بارح تقريبا، مرسى مطروح بني غازي، وعندنا كمان حلايب وشلاتين وبورت سودان، عندنا خطوط سكك حديد هنرجع تاني نتوسع فيها بجانب الربط الكهربائي اللي أعلننا قبل كده عنه، بيننا وبين السودان، بيننا وبين السعودية، بيننا وبين أكتر من دولة في المحيط علشان الكهرباء عن طريقنا تروح لأوروبا. كمان خبر أخير هستعرضه مع حضراتكم، أنه بيد قداسة البابا المعظم الأنبا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تم اليوم تدشين مذابح وأيقونات دير القديس العظيم الأنبا موسى القوي بطريق العالمين، وده خبر مهم هيكون معانا تفصيلاته حالا، خليكم معايا.